سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، السلام علیک یا باب الله و دیان دینه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته، والحسن حجته، والحسين حجته، وعلي ابن الحسين حجته، ومحمد ابن علي حجته، وجعفر ابن محمد حجته، وموسى ابن جعفر حجته، وعلي ابن موسى حجته، ومحمد ابن علي حجته، وعلي ابن محمد حجته، والحسن ابن علي حجته، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها،
يوم لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق. يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم، فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك، فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه، والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه، فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له، وبرسوله وبأمير المؤمنين، وبكم يا مولاي أولكم وآخركم، ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم. آمين.